البنات اللي رجعت معكم غنصيبوا الكريمه باش غنعمروا البريوش. المهم البنات غنحتاجوا ليها كاس ديال الحليب، 4 كاس ديال الحامض، 3 المعالق ديال السكر الخشن، المهم البنات كيبقى على حسب الذوق، 2 معالق ديال الكريم باتيسيير، واللي ما عندوش يعوضوا بنشا دقيق الذره. كنحتاجوا 0 بيضه، كنحتاجو معلقه ديال الزبده. مهمه البنات كنخلطوا هادشي كله فواحد الاناء، المهم كنديروا فوق البوطه حتى يعقد مزيان، ومن بعد كنزيدوا الزبده. مهمه البنات انا غنديروا ونطلق. ما خلطت كلشي هنا بارد الا الزبده، الا الزبده البنات. المهم غنديروا فوق البوطه ونطلق. فوق البوطه ضروري البنات من التحراك حتى يعقد لينا، عاد ديك الساعه نضيفوا معلقه ديال الزبده وصافي، من بعد نحيدوه. من بعد ما عقدت لينا الكريمه ضفت ليها معلقه ديال الزبده. البنات من بعد ما حيدت الكريمه ديالي من فوق النار، المهم البنات هانتوما كتشوفوا انا غطيتها مزيان باش ما نديرش فقاعات، المهم غنخليوها البنات تبرد.